بتظهر معاه في الفيديوهات واللي فرحتها بارتباطه بشهد كبير جدا وبتعتبرها اختها وبتحبها جدا. حد من المتابعين بعت يقول لها بتغيري على احمد بن شهد؟ قالت لا طبعا، شهد دي اختي الصغيره ودلعتنا كلنا في البيت وما تفرقش حاجه عن احمد اخويا، ربنا يتمم لهم على خير. بس رغم فرحه احمد ولكن زعل من اللي ما باركلوش ونشر ستوري على حسابه بيعاتبهم انهم شافوا الصور والفيديوهات ومحدش هان عليه يقول له مبروك، وقال كفايه عليا اللي فرحوا لي دول وعوضوني غيابكم. رايكم ايه بقى في المفاجاه اللي عملها احمد لشهد؟ هل انبهرتوا بفكره الصندوق؟ ولو اتعمل ليكوا هيكون شعوركم ايه؟ شاركونا في التعليقات.